المهم هو نعمل تشخيص الوضعية الحالية نلقاو حلول، الحلول في انه نتلافاو المشكلة هذه، هذا هو اهم حاجة. يلزم الولاية نزيدو نكلوها شوف لافواغ افيك نو اي نو با كونتخ نو. المشروع هذا لا اساس له من الصحة لا فنيا ولا حتى شيء. عندنا اولويات اخرى في بنزرت جاونا يعملونا في الكرود، ويزم كل بلاصتين يقفوا فيه الموضوع هذا ولا سبيل اليه. وافقنا احنا على الاشغال اللي هي كانت في محتواها بصفه عامه حمايه الدروج الموجود، ثم خواز اسكاليه موجودين فيهم عوامل الانجراف البحري تسحب، دونك قلنا نحن باش نحميوهم، ولكن كان العمل هكاك فهمني. والمشروع وقتها حددناه في بين 250 و 300,000 دينار. الاشكال وين وقع؟ انه انطلاق الاشغال نحن ما معلمناش به، واليوم سمعنا ثم وقفه احتجاجيه، حبينا نجيو نبلغوا للمجتمع المدني للمواطنين وللوسائل الاعلام شنو هي الوضعيه. منطقه القراد هي منطقه هشه، سي اون زون سونسيبل، ومعناها الي كلاسي بار لابال وكاله لاجونس دو بروتيكسيون اي داميناجمون دو ليتورال بارمي لي 30 زون سونسيبل سو لو ليتورال تونيزيان. في نفس الوقت هذا الجزء الاول، الجزء الثاني منطقه القراد هذه منطقه صخور، هي سيت اون زون تحت الدومين فورستي، تحت الدومين فورستي، دونك هي في معناها تابعه الغابات، وكذلك معناها يمنع فيها منعا باتا البناء، ومنطقة محجر فيها البناء. ولات الناس تحل في الطرقات، ولات معناها الناس تحل تبني في الديار في وسط الغابة، واللي زيدك أكثر واللي أغرب من هذا اللي في منطقة محجر فيها البناء والناس تبني في فيلات بالمليارات يدخلوا لها الماء والضوء. المشروع هذا وقت اللي بدا من الأول هو كما ذكر بتاتر بعض الأخصائي اللي في المجال في المعنى المسؤول على اللابان، فما مشروع وطني حول حماية الشريط الساحلي فيه جزء في بنزرت. على مستوى الجهة وعلى مستوى وزارة التجهيز بفعل فاعلا قالوا المنطقة اللي نعمل فيها الانترفونسيون هي منطقة القروت. بون منطقة القروت يمكن فيها بتيت انترفونسيون، لكن مش بالتشويه هذايا وبالتخريب هذايا وبالدمار هذايا. العملية هذه رانا توخي تنخذوا في خاسيون اللي باش يعملوه على بنزرت. دونك ماهي الفرق هذه باش نخليها تتعدى.